هذه رحلة سعد الشهري، استضفت سعد الشهري تقريبا قبل 8 سنوات 9 سنوات، كان توه محقق بطولة الفئات السنية مع القادسية، ولأن الأحلام بلاش ومن حقك يا أخي تحلم بالضبط، من حقك يعني أبسط شيء تسويه بحق نفسك تحلم. إنك تحلم شوي وتتخيل مستقبل يعني، لأنه ما يكلفك شيء، ما يكلفك فلوس، إنك تتخيل وتحلم. أنا أعلم أولادي كذا، أقول يعني أحلم وش يضرك يعني. وكان وقتها كنت أقوله بتدرب فريق كبير، قال لي لا، أنا الحين حاطط خطة بيمشي مع الفئات السنية وبعدين أوصل لمرحلة أكبر وحقق بطولات أكبر. وفعلا راح للنصر وحقق معهم الظاهر يمكن بطولة أو بطولتين، بعدين راح مع المنتخب وكل يوم قاعد يكبر. سعد في تغريدة أعطونا إياها يا شباب، أعطونا التغريدة، تغريدة هو من سنتين أو 4 سنين، يقول الفترة الحالية لدينا استحقاق مهمة هو كأس العالم أو كأس آسيا والتأهل لكأس العالم، وإن شاء الله سيكتمل العمل مع نفس النجوم حتى 2020 في الأولمبياد، دعواتكم لنا. تاريخ كم يا 11 يونيو 2000 أو 12 يونيو 2016، قبل 4 سنوات هو يحلم أنه بيوصل الأولمبياد. الحلم ببلاش بس طبعا لازم تشتغل عليه، بس يعني الخيال الشاب الطموح يفرحك. وصلت النقطة في شتى المجالات صح، يفرحك، واللي حاطط خطة واللي حاطط أحلام كبيرة. ما نعرف إحنا أحلام سعد وين واصلة، ولا نعرف يعني، ولا حد في الدنيا كان يعرف مثلا أحلام محمد صلاح وين كانت في يوم من الأيام، ما حد يعرف، ما حد يدري. ما حد يعني في كل الدول العربية كان يعتقد في يوم من الأيام أن محمد صلاح ممكن يكون شيء أسطوري، اليوم أحد نجوم أفضل 5 نجوم في العالم مثلا. الحلم ببلاش، أحلم وأعمل. بالضبط، قبل 4 سنوات يتكلم عن كأس آسيا ويقول 2020، اليوم إحنا اليوم يا سعد، اليوم إحنا 2020 نعيش بالضبط، نعيش الحلم البسيط يعني، عارف، تغريدة عابرة، فكرة في الرأس اليوم قاعدة تتحقق. طبعا في ناس كثير أدت معه وفي ناس كثير دعمت، والدعم الكبير اللي قاعد يجي للرياضة السعودية، بس أيضا أنت من حقك تستثمر في نفسك.